صباح الفل. صباح الورد. قال لي اقول لي يا استاذ شوكت، البلكونه الشيك قوي دي موجوده في الرسم الهندسي بتاع العماره؟ بتسال ليه؟ اصل العماره كلها ما فيهاش غير البلكونه بتاعتك. ما احنا قلنا عايزين نشم شويه هوا. مخالف يا حاج. يا حاج مش دي كانت ارض زراعيه برضو؟ انت قصدك على ايوه دي حاجه للعيال يا باشا، وانت عارف ان العزوه حلوه ودينا بنونس بعضينا. مخالف يا حاج مخالف، مش دي كانت شقه دور ارضي قلبتيها مطعم امتى؟ هي جت عليا يعني مطعم صغير كده ما حصلش حاجه. ماشي بس مخالف. انت بتدلع. مش دي كانت شقه؟ اهو قلنا نشغلها بدل ما تصدي. برضه مخالف. وانت يا ست سلوى، هي الارض دي مترخصه صناعي عشان تبني عليها مصنع؟ ده بدل ما تقولي ايه اللبس الجميل ده، اللبس الشيك والعلاجه دي. سلوى مخالف يا سلوى. يا صلاح، مش العماره دي كانت اربع ادوار بقت سته امتى؟ ما هي كبرت بقى. مخالف. والنبي يا اخويا اخر الشارع ضيق، هتقفل لنا الشارع. لو مؤاخذه هطلع لك الشارع. الناس بقت حاجه غريبه يا اخي. ما العماره دي لو مش واكله نص الشارع ما كانش ده حصل. اصل برضه مخالف. مش ده كان جراج برضه؟ قلبته محل امتى؟ مخالف مخالف. كل دول مخالفين بس حصل خير. دلوقتي اي حد مخالف عنده فرصه انه يتصالح بمنتهى البساطه وباسعار رمزيه وكمان بالتقسيط. معاك تصالح يعني معاك رخصه، تقدر تبيع تشتري تعلي توصل مرافق تركب اسانسير تعمل اللي انت عايزه وتحافظ على قيمه العقار ليك ولاولادك. قدم على طلب التصالح دلوقتي في اقرب مركز تكنولوجي وزور موقعنا الالكتروني عشان تستفيد وما تعرضش نفسك لاي عقوبه، عشان كل حاجه متشافه بالاقمار الصناعيه. قانون التصالح الجديد، الصلح خير.